أهلا في هذه الحلقة من حلقات بودكاست هوية، يجمعنا فيها حوار خاص برعاية مؤسسة دبي للمرأة واللي ترأسها سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. هذه المؤسسة تركز على شؤون المرأة الإماراتية والعمل على زيادة مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز دورها في صياغة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي. حوارنا الخاص يتزامن مع احتفالية دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية، واللي بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات الله يحفظها، اتخذ شعار نتشارك الغد. حياكم في هوية. ضيفة بودكاست هوية هي سعادة روضة العتيبة، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوستاريكا. سعادة روضة العتيبة، حياك الله في بودكاست هوية. الله يحييك الغالية، ومشكورين جداً على الاستضافة في سفيرة. الشكر كل الشكر لك على أنك منحتينا من وقتك، وخصوصاً أن هذا حوار خاص جداً بالنسبة لنا. هاي فرصتنا عشان نعرف هاي الشخصية كيف بدأت حياتها، الإنجازات الحافلة الموجودة في ملف الشخصية نفسها. بس أنا دائماً أحب أنطلق من البدايات، أعرف هاي الشخصية كيف بدأت حياتها، لأن معظم قراراتنا وتوجهاتنا جذورها تكون موجودة في البدايات. فما أعرف إذا تتفقين معي في الرأي. أتفق 100% صفية، وسبحان الله طفولتي أنا كانت نوعا ما مختلفة. الوالد كان عندي يعمل في المجال العسكري وقتها، فعشت معظم طفولتي خارج الدولة. الوالد كان يعمل في المجال العسكري وكان في الملحقيات العسكرية، فعشت طفولتي نوعا ما متغربة، بس حتى هاي الغربة فادتني بشكل كبير. صار عندي اهتمام كبير بالثقافات، صار عندي اهتمام كبير بالتعرف على الشعوب وعلى يعني مختلف الدول اللي عشنا فيها. يعني أذكر من نشاط ثقافي بسيط في المدرسة كيف تعلقت بفكرة أني أحب أمثل الإمارات وأنا طفلة بصورة بسيطة، من خلال مثلا عرض نقدمه في مدرسة نتكلم فيه عن دولة الإمارات، وصادف أني فزت بجائزة أفضل عرض للأجانب. إحنا كنا أجانب وقتها لأننا خارج الدولة. فأذكر من طفولتي وأنا أحب هالشيء وأحب أجلس مع الناس وأتكلم عن الإمارات، وأذكر صرت عند الوالد قلت له أنا أبا يوم أكبر أشتغل وأسوي نفس الشغلة في حياتي. فقال لي الوالد بضحكة، قال لي إن شاء الله بتسوين سفيرة. سبحان الله. وسبحان الله ما كانت في أي خطة، ولا كان ذاك الوقت حتى بالنسبة لي كطفلة أفهم شو معنى كلمة سفيرة. بس أعتقد هاي الطفولة أثرت وايد في حياتي وخلتني أحب السفر وأحب التعرف على الشعوب والثقافات المختلفة. رمى البذرة هو. إيه، رماها سبحان الله طلعت. اليوم شو تفسيرك لكلمة سفيرة؟ السفيرة شيء جدا رائع، عمل رائع نمثل من خلاله دولتنا الحبيبة الإمارات، نبرزها في مختلف المجالات، نساهم في تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ننمي ونقوي العلاقات وفي مختلف المجالات. العمل الدبلوماسي يمكن سابقاً كان يفهم أنه عمل سياسي أو اقتصادي، لكن اليوم صار أكبر عن هالمجال. مجال الدبلوماسي اليوم مجال حتى ثقافي، والدبلوماسية العامة مجال، إذن حتى مجال خلينا نقول علمي. فاليوم فعلاً العمل الدبلوماسي منوع وشامل. فالسفير اليوم يمثل رئيس الدولة بلد المقر، فجداً عمله رائع، وأنا جداً فخورة بأني أحصل على هذا التمثيل الرائع لدولتي في الخارج. جميل. أكيد في هاي المرحلة مريتي يعني بتنقلات مختلفة، دول كثيرة، شو أكثر دولة اللي هي بارزة للآن في ذاكرتك؟ أنا في طفولتي عشت في عدة دول، عشت في باكستان، عشت في بريطانيا، عشت في أمريكا، وعشت في ألمانيا، وعشت في مصر. يمكن ذاكرتي في كل دولة لها يعني طابع خاص، بس ألمانيا كان لها طابع خاص لأني تعلمت فيها الجرأة بأني أسوي أشياء جديدة مختلفة. تعلمت فيها رياضات مثلاً ما كانت
خلينا نقول موجوده عندنا في الامارات او ما كانت حتى في الدول الاخرى، فتعلمت رياضات ثلجيه التزلج السكي، هالاشياء كلها تعلمتها في المانيا. وكان بصراحه دائما احب اذكر ان والدي كان لهم دور كبير في حتى تاثيرهم على حياتي، كان دائما عندهم ثقه انه يبون يعطونا المجال نتعلم نكتسب خبرات. كنت اذكر وانا صغيره اروح بالسيكل لين المدرسه، وامي تقول لي وانت راده من المدرسه مري الجمعيه اللي عدالنا يبي حليب ويبي ما ادري شو، ها كلها صفراء بعنا. الحين اقول حق خواتي الحين انتم تستصعبون هالافكار، بس يوم كنا صغار عشنا مع والدين مع انهم يعني جدا جايين من بيئه بسيطه ومحافظه ويعني خلينا نقول تقليديه، لكن سبحان الله كان عندهم الاهتمام ان يعطونا الفرصه نتعلم. فالمانيا كانت تجارب جديده، اروح مدرسه بسيكل، اتعلم، ادخل في مسابقات ركض، اجرب التزلج، واسافر ومع يعني اصدقاء كوناهم في الغربه هناك، فلها انطباع خاص في حياتي جدا المانيا، واستمتعت صراحه فيها، فترتها كان جدا رائعه. شو كانت اللغه الاساسيه اللي تتعاملين فيها دائما مع كل الخليط هذا من الثقافات؟ صراحه كانت الانجليزيه. تعلمنا أكثر شويه الماني فترتها، بس صراحه ما كانت كثير لان كانت مجرد سنه قعدنا في المانيا. وسبحان الله تنساها عقب ما ترجع والممارسة، بس كانت اللغة الإنجليزية. إنزين، الرابط أيامها في الوطن وين كان بالضبط؟ طبعاً كانت العائلة، وعائلتي الممتدة، يعني غير أبويا وأمي، أتكلم عن اليدات ذاك الوقت، العمام والخوال والأهل، فكنا دائماً يعني نستمتع بالرجوع للإمارات باليلسة مع الأهل، نخبرهم عن تجاربنا، وعندنا قصص كثيرة لأن نحن كنا مختلفين عن بقية العائلة، نيب لهم قصص عن سفراتنا والناس اللي تعرفنا عليهم، الأكل اللي جربنا والثقافات المختلفة، ودائما كانت العائلة هي دائما السند خلينا نقول، ونكون عندنا الحنين للإمارات، لذكريات الإمارات والرجوع للإمارات، فكان الرابط دائما هاي الأسرة اللي كانت تدعمنا وكان دوم بيننا وبينهم هذا الوصل. يعني أكيد كانت في مثلا شخصية أو ثنتين اللي هي مرتبطة وايد يعني نفسياً ذهنياً عندك، يعني الآن لو أبغاك تسترجعين هاي الشخصية، يا ترى منو هي اللي أقدر أقول إنه كان لها تأثير مباشر جداً على شخصيتك؟ يعني بصراحة يعني في البدايات يوم نحن صغار، بكل صراحة يعني الشخصية اللي كانت مؤثرة في حياتنا كانت شخصية الشيخ زايد. دائماً الله يرحمه كنا نشوفه هو الملهم، القائد الملهم، القائد المبدع، القائد الحكيم. فأذكر من يوم أنا صغيرة يعني أشوف هالأشياء، ويعني نتمنى في يوم من الأيام أن نسوي شيء، كنت دوم أنا صغيرة أقول أبى أسوي شيء يوم يشوفني في يوم من الأيام الشيخ زايد يقول يعني يفخر ويسعد أني أنا بنت الإمارات وحققت هالشيء. فدائما كان هو المثال وهو القدوة وهو اللي فعلا يعني نلتمس منه كل الأشياء والأفكار الجميلة. وطبعا عقب أبويا وأمي كان لهم دور كبير في حياتي، أبويا العسكري اللي يحب الانتظام في نفس الوقت الاجتماعي، تلقينا دائما مع الناس ويرحب، وحبيت منه شخصيته الاجتماعيه. الوالده اللي متميزه بالعطاء والخير وتحب الناس، فهالشخصيتين كنت اشوفهم في حياتي بصوره يوميه، كان لهم اثر كبير في حياتي ولين اليوم. لين اليوم حتى لو انا بعيد في اخر مكان في الدنيا تلقيني اتصل اسال واستشير واتكلم معاهم، وطبعا هم للابد كانوا الشخصيات المؤثره في حياتي. كعملي كدبلوماسية اليوم كشخصيات نسائية، يعني ما زلت أذكر شيخة لبنى القاسمي. في بداياتي في العمل الدبلوماسي كانت معاليها ذاك الوقت وزيرة الاقتصاد، وكانت كأول وزيرة إماراتية وكانت ملهمة. يعني أذكر سافرت معاها أول سفراتي في العمل الدبلوماسي إلى أمريكا، وكنت أشوفها ما شاء الله عليها كيف تتواصل مع الناس، كيف تقدم رسائل الدولة، وكيف تنقل توجهات القيادة، فكنت فعلا أتعلم منها الكثير. وحاليا صراحة معالي ريم الهاشمي جدا جدا أحبها وملهمة ورائعة، ونتعلم منها كل يوم، وصراحة هاي قدوتي في العمل الدبلوماسي وفي الحياة. الله يحفظهم يا رب جميعا، ودائما يعني دائما يبشرنا بإنجازاتهم وتطلعاتهم. بس وانت تتكلمين عن الشيخ زايد، ما أدري ليش تراوت لي صورته وهو يسجد. يا الله، يعني أبغى أوقف عند مرحلة الدراسة، يعني يبدو لي كأنه خلاص أنت عارفة شو تبين، صح؟ يعني ما كان عندك حتى ربكة في عملية الاختيار التخصص، قصدي التخصص الدراسي في الجامعة وكذا؟ بصراحة يعني فترة الثانوية هي اللي بدأت فيها أتعمق بالمجال السياسي،
بديت، ويمكن تأثير الوالد صراحة، يعني كنا نشوف الأخبار ونقعد ونسمع معاه، فصار عندي شغف في السياسة، هاي بدايتي. وفي نفس الوقت أبى أحقق طموحي من يوم أنا طفلة، كيف أمثل الإمارات، القصة اللي قلتها قبل، فكنت أبى الشيء يعطيني هالمجال. هل كان عندي فعلا وعي كامل بالتخصص؟ صراحة لا في البدايات، بس قعدت أسأل أنزين أي عمل ممكن يعطيني هالشغف والرغبة اللي أنا أحبها. وكثير ناس نصحوني العمل الدبلوماسي يمكن يكون المجال المناسب لك، وكمجال تخصص علوم سياسية قد يكون هو المجال المناسب. فالتحقت بجامعة الإمارات، درست علوم سياسية مع نخبة من الدكاترة الرائعين اللي درسونا ذاك الوقت وما زلنا على تواصل معهم، وحبيت طبعا كملت شغفي في السياسة، وخدت بعد كملت بعدها درست ماجستير في الدبلوماسية العامة. الدبلوماسية العامة لأني نفس ما ذكرت لك صوفية، شفت أن الدبلوماسية مش فقط سياسة واقتصاد نفس ما درستها فترة في الجامعة، شفتها أوسع عن هالمجال. أساسي درست الدبلوماسية العامة اللي هي كيف أن الدبلوماسية اليوم مرتبطة كذلك بتعزيز الثقافة، التاريخ، دور المرأة، العلوم، التكنولوجيا، كل هالمجالات صارت جزء من العمل الدبلوماسي وجزء من دبلوماسية الدول. فخليت الماستر مالي مخصص في هالمجال لأنه فعلاً كان بعد شغفي الثاني الكبير في العمل الدبلوماسي. وايد جميل. سعادتك أحياناً يعني مثلاً ممكن يكون الشخص يقول أوكي أنا عندي شغف وعندي توجه لشيء معين، بس هل ممكن يكون فعلاً هذا هو مسار حياته؟ يعني كيف أنا أقدر أعرف إنه فعلاً هذا هو المسار الصح؟ عشان ما أي بعد كم من سنة أقول ليش أخذت هذا الدرب أو هالطريق اللي ما يمثلني، وعقب أرد أغير مرة ثانية وأختار شيء ثاني. صح صفية، كلامك 100% صح. وفي ناس وايد يعني للأسف يكتشفون بعد فترة من سنوات العمل إن هذا ما كان شغفهم، فيمكن يبدون من أول وجديد. وأنا ما أعتبره غلط، إذا فعلاً وصلت إنه مو بشغفك في المجال تقدر تغير وتشوف شغفك وين. أنا صراحة كان دائماً شغفي العمل الدبلوماسي، أكمل إن شاء الله شهر 12 شهر سوري ديسمبر القادم تقريباً 20 سنة ما شاء الله في العمل الدبلوماسي، وكل مرة أشعر بأن فعلاً هذا المجال اللي يمثلني، أستمتع جداً فيه. وأنصح كل الناس لازم يعرفون شغفهم وين، ويحاولون يعرفون كيف يعززون هذا الشغف. أنا مثلاً فترة طويلة اشتغلت في الخارجية في البداية، وعقب اكتشفت بعد أن العمل في الخارج له طعم خاص، فاشتغلت في سفارة الدولة في لندن والحين في كوستاريكا. فشغف السفر كمل شغفي في العمل الدبلوماسي. فمهم جدا الإنسان يعرف وين طموحه وشو اللي يبي يحققه واهتماماته وين. حلو. شو اللي انضاف لشخصيتك يوم بديتي يعني دخلتي هذا المسار تقريبا في 2003؟ صح. شو اللي بدأ يتشكل في شخصيتك اللي ما كان موجود قبل هاي الرحلة؟ أعتقد في البدايات كانت التجربة في البدايات كانت فيها صعوبة، أنك تقعد مع سفراء وتقعد مع وزراء وتحاول تعرف كيف الطرح يكون صحيح وشو التوجهات اللي أنت مثل لازم تنقلها. فكانت في البداية في تخوف أنك هل أنت فعلا تقوم بالعمل الصح، لكن الحمد لله أنا كنت صراحة محظوظة أني أنا تعلمت على يد العديد من سفرائنا اللي نذكرهم بالخير القدامى، اللي جزء كبير منهم تقاعدوا وبعد سنين من العمل المتميز في المجال الدبلوماسي. فتأسست وتعلمت معاهم، أخطأت وتعلمت منهم الصح، وكان المشوار مش في البداية سهلة، كان فعلا صعب، لكن الحمد لله يعني التعلم كان رائع، حتى مرحلة التعلم مع الأخطاء كانت رائعة. واكتشفت أن العمل الدبلوماسي جميل كل ما تجلس مع ناس وتكلمهم عن الإمارات وتشعر أنك نقلت أي مثلا معلومة جديدة عنهم ما كانوا يعرفونها الإمارات، أو خلنا نقول غيرت حتى نظرتهم اللي ممكن تكون محدودة لقلة خبرتهم عن هذا المجال وعن هالمنطقة، تحس بشعور جميل بالرضا. دائما أذكر هالشعور لما أخلص إيفنت مثلا نظمته والناس يوني واستانسوا وما كانوا يعرفون أن الإمارات فيها تطور، ما يعرفون عن دور المرأة، ولما أجلس أخبرهم عن كل هالأمور وأشعر قد الناس عرفوا وايد عن الإمارات، جدا هي شعور جميل يعني يوصف بالرضا بالسعادة أنك فعلا قدمت لبلادك. فأعتقد أن هذا هو كان يعني مساري مرتبط بشغفي بس ما ذكرت. حلو. والحمد لله أنه وصلنا. بس إذا بنقول عن الدبلوماسية أنها فن، هي فن شو بالضبط؟ هل هي فن الكلام؟ هل هي فن التواصل؟ هل هي فن الإقناع؟ أنا بقول إضافة للي قلتيه كامل صفية وهو 100% صح، بضيف فن الإبداع. فن الإبداع؟ فن الإبداع. كيف؟ لأن الدبلوماسي لازم يكون مبدع. ليش مبدع؟ لأنك أنت اليوم
تنحط في مواقف لازم تفكر فيها كيف فعلاً تعطي بأفكار جديدة وتكون مبدعة. وصراحة أنت تشتغل اليوم مع قيادة تركز على الإبداع، فأنت لازم بعد تمشي بنفس المجال والرتم اللي هم يحبونه. في نظري العمل الدبلوماسي أو أي دبلوماسي ناجح أقل شيء يكون فيه عنده ثلاث خلنا نقول مقومات نجاح. أول شيء المعرفة، والمعرفة نفس ما ذكرت لازم تكون شاملة ومنوعة. ما أطلب أنك تكون متخصص في كل شيء، بس على الأقل تعرف معلومات مهمة من كل شيء. يعني صفية عادي يبدأ يومي باجتماع سياسي، عقب أروح مثلا ترويج لعمل اقتصادي، عقب أروح مثلا متحف، عقب أروح نشاط مثلا متعلق بالفضاء. فأنت اليوم إذا ما كانت عندك المعلومات عن إنجازات دولتك في هالمجال أو المجال الاقتصادي، تكون فعلا يعني ما عندك القوة اللي أنت تحتاجها للتواصل مع الجهات. كيف تغذين هاي المعرفة بشكل دائم؟ لازم باستمرار تقرأ، تعرف شو مستوى في بلادك، وتحاول تفهم قبل ما تروح أي إيفنت، تعلم نفسك، تثقف نفسك في هالمجال. فالمعرفة بالنسبة لي ركيزة جدا مهمة، وكم تقدر تحدث من معلوماتك تعطيك فعلا يعني أكسس أكثر على الناس وتتواصل وياهم. حلو. الشيء الثاني أنك تكون فعلا شخص اجتماعي. الاجتماعي ليش؟ لأن العمل يتطلب أنك فعلا تجامل ناس، تقعد مع ناس ويوم صبح وليل، فضروري جدا أن تكون شخص اجتماعي. وآخر نقطة اللي ذكرتها الإبداع. الإبداع يمكن في ناس يقول هل فعلا شرط أساسي؟ أقول اليوم هي أن يعني تفكر بطريقة مثل ما يقولوا خارج الصندوق، يعني خارج أو الصندوق أو مختلفة. أو أقول حتى لا تخلي صندوق، عد الصندوق، ما في صندوق أصلا. يعني تفكر بإبداع، فكر اليوم كيف تسوي الإمارات. يعني ودوما نقول نحن ترانا نمثل دولة رائعة، ترى مش صعوبة جدا عملنا، لأن نحن اليوم نمثل دولة سهل فعلا تتكلم عن إنجازاتها في كل مجال. صح. فاليوم عملك لازم يكون مبدع، وكيف تطلع إبداع دولتك وتعكسها في الخارج. حلو. فالإبداع في نظري اليوم صراحة شيء أساسي لأي دبلوماسي. بس إن كيف أعرف الناس؟ لأن فعليا اليوم ونحن نشوف حتى في وقتنا الحالي تصريح طلع من سين من دولة معينة ممكن يهدم علاقة كاملة بس لأن الشخص مثلاً ما اختار كلماته بطريقة صحيحة. فش كثر هذا الشيء ممكن يسبب أيضاً تحدي؟ وأنت كيف علمتي نفسك أن أنت تتجاوزين هالنوع من التحديات اللي فيها معرفة في الناس وخيارات اللغة وغيرها يعني من هالأشياء الدقيقة؟ الإعداد الجيد قبل أي مقابلة أو إيفنت جداً مهم لعملك كسفير أو دبلوماسي. ما يعني ذلك أنت لازم تعرف الشخص اللي بتروح تقابله، تتأكد من كل المعلومات، هل أنت فعلاً تعرف عنه، تعرف عن حتى الأمور اللي ممكن يطرحها عليك، فأنت تكون محضر شو بتقول له، شو بترد عليه، تعرف شو اهتماماته، شو اهتماماتك أنت، شو اهتمامات دولتك من هالاجتماع، من هالإيفنت. فالتحضير الجيد هو سبب رئيسي لنجاح العمل الدبلوماسي. في نفس الوقت بعد تكون عندك حنكة. إذا في بعض الأمور تشوف أن أنت ما عندك جوابها، الأفضل أنك ما تعطي تعليق من نفسك. دائماً تكون حذر في تعليقك مع الطرف الثاني، وتكون طبعاً عندك معرفة شو الأمور الحساسة اللي ممكن تضر العلاقات. حلو. وحس الخبرة تلعب دور في هالمجال، لأنك أنت بعد استمرار العمل أكثر عن مرة، وأنك تحضر الاجتماعات وتشوف تعليقات مثلاً لما يجون وزرائك، لما يجون مسؤولينك، وتتعلم منهم فتكسب هالخبرة. بس أنا أشوفها عبارة عن معلومات مع حنكة مع حكمة. كل هالأمور مع بعض تخليك فعلاً ناجح في حلو. في تمثيل دولتك. بصراحة الكلام اللي حضرتك طرحتيه يفيدنا في كل المجالات أصلاً، مو بس يعني في المجال الدبلوماسي والسياسي. حجم المسؤولية الكبيرة لما تدير ملف في دولتين ولا وحدة، يعني ما شاء الله دولتنا في مصاف الدول في كثير من المجالات، وأخرى تمثل قوة عظمى. كيف كانت التجربة هذه؟ هاي كانت بدايتي في 2003. كنت مسؤولة، يسمونها مسؤولة ملف دول، فكنت مسؤولة ملف الولايات المتحدة الأمريكية، وهاي كانت بدايتي في 2003. طبعاً هذا معناته أنت مسؤول عن أي شيء يرتبط بالعلاقات الثنائية، تواصلك مع السفارة الأمريكية، مع سفارتنا في واشنطن ذاك الوقت. فجداً تجربة رائعة. مدة 5 سنوات الأولى من حياتي تعلمت منها وايد. سافرت واشنطن فترات كثيرة خلال 5 سنين، وكانت تدري ملف استراتيجي وحساس فيه. لازم تتأكد أن فعلاً يعني أنت قادر أنك تسهم لتعزيز هالعلاقات،
وكان وقتها بعد المجال الاقتصادي جدا مهم، العلاقات الثنائية. فعلا تعلمت من كل القيادة اللي كنت أشتغل معهم. دائما يقولون أن الإنسان إذا يبغى يكون قائد لازم يتعلم كيف يكون، ما بقول تابع، ولكن يتعلم أنه كيف يشتغل تحت قائد أو مع قائد آخر. فهل هذه التجربة أنت مريتي فيها؟ وكيف استفدتي منها فعلا بعدين لما بديتي أنت تكونين في دور القائد في مجالك؟ كل الملفات اللي أنا مسكتها في الخارجية لين ما جاء وقت أني أنا أكون سفيرة طبعا ساهمت في صقل خبراتي. تعلمت منها واستفدت منها وتعلمت بس ما ذكرت من السفرة اللي علموني وقتها والمدراء اللي كانوا موجودين. كلهم خير وبركة، بس منو أكثر واحد تحسين أنه فعلا كان مثل منتر بالنسبة لك؟ والله تبين صدق بدون ذكر شخص معين، يعني كل السفرة اللي اشتغلت معاهم مختلف الإدارات كانوا سفرة مخضرمين، يعني كل واحد منهم كان له عطاء مختلف. يمكن إذا نبغى نذكر ولين اليوم، يعني أنا بنظري هو ستيل ماي منتر، يعني الدكتور أنور قرقاش. طبعا معالي الدكتور أنور قرقاش يعني أب وقائد وملهم ووزير رائع، كان معنا في وزارة الخارجية ومعاليا الحين مستشار لرئيس الدولة، فتعلمنا منه الكثير. وكان فعلا ليش أنا ذكرت في البداية الأب، لأن اللي يبغى يعلمك كان يقعد معانا ويعلم كل موظف شو مثلا نقاط القوة اللي تركز عليها، ويعطيك ملاحظات جدا رائعة في عملك تسمعه وهو يخاطب الإعلاميين أو هو يتكلم مع سفراء. وأذكر أني أمسك نوتس وأكتب كل شيء يقوله وأتعلم من طريقته ومن أسلوبه، فيعني فعلا لعب دور كبير في تجربتي في العمل. يعني يوم تقرين حتى تغريداته تتعلمين شيء، تخيلي، فما بالك أنت عشتي هذه التجربة يعني كلها. طيب بعدين في قيادة الفريق، شو أبرز السمات اللي خدتيها وبديتي تطبقينها وفعلا لقيت أنها نجحت في تجربتك؟ أحس في البداية يعني أذكر أنه من مهم جداً في قيادة الفريق تعرف قدرات فريقك. يعني ممكن تجلسين مع فريق وتكتشفين أنه عندهم قدرات أكثر من طبيعة العمل اللي عندهم إياه، وهاي تعلمتها بعد في بداياتي. كنت أذكر أنه نقعد مع الفريق وأحس أنه العمل اللي مطلوب مني أقل عن قدراتي، أنا أقدر أعطي أكثر. فأذكرني كنت أسير عند المدير وأقول له أوكي أنا مسكت هالملف، بس عادي أمسك ملف دولة ثانية بعد لأني أحس عندي طاقة أقدر أغطي. فأول يعني هالشيء كان جدا مهم بالنسبة لي أني أعرف قدرات فريقي. فلما استويت في مكان أني أنا بقود فريق ركزت أني أعرف شو قدراتهم، وكنت دوم أسألهم أوكي أنت حين ماسك هالعمل هل تحب تقوم بعمل إضافي؟ هل في مجال ثاني تحس أنك تقدر تعطي فيه؟ واكتشفت أن فعلا ناس عندهم قدرات كاملة، بس يعني هم يكتشفونها إذا أنت كمدير وكقائد شجعتهم أنهم يتكلمون فيها. فن التفويض جدا رائع، لازم تكون قائد قادر أنك تفوض فريقك وتعطيه القدرة أنه هو بعد يعني يمسك زمام الأمور ويتكلم تمكنه ويقول. يعني تمكنه أنه يعمل. أنا عندي اليوم في سفارة الدولة في كوستاريكا سوينا برنامج تدريب الطلبة المواطنين. حلو. فيوني متدربين، يعني في بعضهم حتى ما تخرجوا من الجامعة، يعني ما عندهم خبرة عملية، لكن يوم أجيبهم يشتغلون معايا أقول له أنت اليوم بتعرض برزنتيشن كامل عن الإمارات قدام صحفيين كوستاريكيين أو قدام مثلاً مسؤولين، وأنا بساعدك بكون موجودة بس أباك أنت تأخذ المسؤولية. فأحس التفويض جداً من المهارات الجيدة لأي مدير، أنه يعرف كيف يفوض الموظفين ويستغل بعد قدراتهم وأعطاهم الفرصة. حط الفرصة حق فريقك، علم الشباب، وها صراحة تعلمنا من شيوخنا من قادتنا. جميل. طيب سعادتك دائما يعني في هاي الرحلة اللي نخوضها نتقدم نتطور نمسك مناصب، أحيانا في أشياء لازم نتخلى عنها، هل صار هالشيء وياك؟ تخلي صراحة ما بقول تخلي، لأن إذا أنت عندك حلم كيف ما كان لازم تتمسك فيه، بس مع أي طبيعة عمل راتيك بعض الصعوبات خلنا نقول. فالعمل الدبلوماسي أرد وأقول جدا رائع، بس في بعض الصعوبات المرتبطة بوجودك في الغربة. الغربة تراها مش هينة، في ابتعاد عن الأهل، في يعني الحنين والشوق لأهلك وربعك وأصدقائك. فهاي يمكن واحد من التحديات اللي أعتقد تواجه أي دبلوماسي يعمل في الخارج. غير هذا صراحة ما كان في أي شيء تخليت عنه. كل أحلامي الحمد لله بالعمل الدبلوماسي قاعدة أحس أني قاعدة أحققها. فيمكن هذا أصعب شيء كان نقول مر في مجال العمل. بس أحيانا الواحد يقول أنا لو أرد لهذه اللحظة
لحظة تعيينك كسفيرة مثلا، لو ما كانت هذه اللحظة، يا ترى وين كان المسار بيكون؟ يعني هل كانت بتكون في خيارات ثانية تفكرين فيها؟ صدقين دوم أسأل نفسي هالسؤال وأحس بدور خيار قريب من خيار العمل الدبلوماسي، لأنه كان دوم شغفي، دوم حبي لهالمجال. وبصراحة يعني أنا أجلس مع ناس وايد بعد 20 سنة، الحمد لله بفضل رب الكريم أنا مستمتعة ما زلت في هالمجال. ممكن تقعدين مع ناس تحسين غيروا 4-5 مرات مجال عملهم، فأعتقد أنه فعلا كان خيار صحيح لي دام إني الحمد لله مستمرة في هالمجال. كنت أشتغل محامية، يمكن لأني أحب عمل القانون والمحاماة، بس لا أعتقد أن كنت بتمنى دائما أشوف نفسي في هالمجال لأن الأقرب لقلبي. وبعدين لأن الفرص اليوم متاحة أنك تكونين حتى في ملفات مهمة وتشاركين فيها وتساهمين في دفع العجلة فيها اليوم، يعني يمكن واحد من أهم الملفات الاستدامة، صح، المناخ وتأثيره على حياتنا واستقرارنا وأمننا. فكيف اليوم تشوفين دورك أنت في هذه المساحة بالتحديد؟ صفية خلنا نقول لك، أنا قصتي مع الاستدامة والتغير المناخ والطاقة كلها بدأت من 2009، كانت خلالها حملة دولة الإمارات لاستضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا، فكانوا يبون يسوون فريق عمل في الوزارة بقيادة اسمه الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية، وأنا كنت ضمن الفريق اللي كنت في التأسيس في البداية. فأذكر لين اليوم لما جاء الملف، وكانت الفكرة أنه بنستضيف منظمة مركزة على الطاقة المتجددة، وذاك 2009 بعدها ما في الوعي ماذا تعني الطاقة المتجددة أو صراحة شو اهتمامنا فيها نحن في الإمارات. أذكر سألت سؤال، قلت إحنا دولة بترولية وعندنا النفط، ليش ياسين نبى نشوف مصادر ثانية؟ كان فعلا شيء ملف جديد وغريب بالنسبة لنا نحن في الإمارات. لكن طبعا الحمد لله استضفنا المنظمة في النهاية، الحملة نجحت واستضفنا المنظمة، وعقب أسسنا إدارة في وزارة الخارجية للطاقة والتغير المناخي اللي هي معنية بتمثيل الإمارات في الملفات هاي، وأنا كنت ضمن كادر الخارجية اللي اشتغل فيها الإدارة. اشتغلت مع مهندسين ما شاء الله كلهم متخصصين وعارفين في مجال الطاقة، من ضمنهم معالي الدكتور سلطان الجابر ومعالي الدكتور ثاني زيودي كان معانا في الإدارة، وانا كنت الوحيده اللي جايه من يعني من خلفيه علميه مختلفه جدا. فبدا شغفي في اني اتعلم منهم، وتعلمت وايد عن ملف الطاقه، وكنت احد المتحدثين في وزاره الخارجيه في ملف الاستدامه وملف الطاقه. وصراحه يعني خلينا نقول فعلا شهدت اهتمام بلادي بانها رغم ان عندها فعلا وفرت مصادر في الغاز والنفط، لكنها بعد فكرت بالاستدامه فترة بعيدة، يعني قبل ما أي حد يفكر في المنطقة بهالموضوع، من ناحية تأسيس مصدر، من ناحية تركيزها على الاستدامة نفس ما ذكرنا، حماية البيئة. واليوم نحن بعد إن شاء الله بنستضيف الكوب 28، وهذا بعد يبين قيادة الدولة في هذا المجال. الإمارات من أوائل الدول اللي أعلنت اللي نسميه الحياد الكربوني خلال 2050. فيعني بديت أنا من زمان 2009، واليوم أنا قاعدة أشوف كيف المسيرة قاعدة ما شاء الله عليها دولتنا فعلا تشوفين الحصاد نفسه، حصاد هالمسيرة الرائعة اللي بدت يعني من فترة فعلا فترة بعيدة، بس ما شاء الله تشوفين أثرها الكبير اليوم علينا. حتى في وعي، الإمارات ما ركزت بس أنا كيف أنوع مصادري، كيف أخلق الوعي بين المواطنين بأهمية المحافظة على البيئة والاستدامة. وهذا صراحة ملف وايد مهم بالنسبة لنا في الخارج، لما تروح لدولة وتتكلم عن الإمارات شو قاعدة تسوي، كيف مهتم اليوم باستضافة هذا المؤتمر المهم كوب 28، كيف تبغى تسوي حلول لتقليل الانبعاثات في انبعاثات الدفينة لازم يذكرون. فكل هالأمور يعني تشوفين أثر الإمارات الكبير حتى على المستوى العالمي. حلو، كيف تشوفين الانعكاس في عيون مثلا الناس اللي تشتغلين وياهم من الجهة الأخرى في هذه الدولة اللي حضرتك تمثلين الدولة من خلال وجودك هناك فيها؟ يعني هل خلال هالفترة تشوفين أنها تبدلت الآراء عن دولة الإمارات؟ يعني كيف ينظرون لنا اليوم؟ خلينا نقول عدم وعي كافي بدور هالدول، دولة الإمارات وحتى دول المنطقة، لأنهم دائما ينظرون لنا نحن دولة مصدرة للنفط ونساهم في انبعاث الانبعاثات الدفينة وبس، ما عندنا أي مبادرات. فلازم نحن نقولهم أن نحن رغم أن أول شيء النفط ما يعني نسبته اليوم من الناتج كامل
مش نفس النسبة اللي هم يتوقعونها. عندنا اليوم تنوع في مصادر الدخل، عندنا السياحة، عندنا خلينا نقول اليوم لوجيستيك هاب الإمارات، ففي مجالات أخرى متعددة. فأول شيء نخلق هالوعي، بعدين نتكلم عن مبادرات مثل الاستدامة في المحافظة على البيئة، في تعزيز الطاقة المتجددة. ليش اليوم احنا مركزين على الطاقة المتجددة مش بس في دولة الإمارات، حتى كيف نستثمر في الخارج في الطاقة المتجددة. مصدر استثماراته في كل مكان. لما كنت في بريطانيا ولما كنت بعد في كوستاريكا عندهم الاهتمامات انهم يوسعون في هالمجال ويستثمرون. فلما نبدا نتكلم عن هالشراكات فعلا يعني يشوفون اهتمام الدولة. مثلا في كوستاريكا اكتشفت ان صندوق الشيخ محمد بن زايد لدعم الحيوانات القابلة للانقراض مقدم دعم مالي لسبع خلنا نقول مشاريع في كوستاريكا أساس يحمون بعض الحيوانات القابلة للانقراض ويحمونها طبعا من الانقراض. فهذا طبعا دور كبير تسوي الإمارات من حيث تقديم هذا الدعم حتى للدول في الخارج. جائزة الاستدامة، جائزة الشيخ زايد الاستدامة السنوية، هاي ترى أهميتها شو تخلق الوعي وكيف بعد تقدر جهود الدول، جهود المدارس، جهود المؤسسات. جميل. في الاستدامة والمحافظة على البيئة في قصص كثيرة لما كنت في الخارج قدرت تتكلم فيها عن دور الإمارات في ملف الاستدامة. وتؤمن بشكل مضاعف بالدور القيادي اللي تسويه الدولة والقيادة الرشيدة في النهاية. بالضبط. هل في قصة الآن في بالك يعني الترجم دورها الوطن يعني فعلا مو بس في الداخل حتى في الخارج؟ أذكر يمكن تجربتي في لندن كان عام زايد وكان وقتها سألونا الإعلام كانوا يسألون يقولون هل في أي مساهمات باسم الشيخ زايد في بريطانيا نقدر نحن نوثقها في عام زايد. حلو. وبدينا نحصر وهني كانت ما شاء الله مفاجأة صفية. اسم زايد كان في كل مكان، بتلقينا في مسرح تابع لجامعة مثل جامعة LSC اسمه مسرح الشيخ زايد، بتلقينا في كلية مثل كلية سانت هيرتز، هاي الكلية العريقة العسكرية كان في جناح كامل باسم الشيخ زايد، بتلقينا في معهد البريطاني الإنجليزي بعد تلقينا اسم الشيخ زايد. فوقتها أذكر يعني تلقينا في مستشفى من زمان كان مستشفى الشيخ زايد تبرع في قسم الكبد في أحد مستشفيات بريطانية. فبتشوفين يعني أذكر لما سوينا الفيلم وايد يعني كان له أثر كبير. اليوم كيف الإمارات تارك بصمة في دول العالم في كل المجالات، وتلقين مثلا يوم تروحين دولة أفريقية وتشوفين مدرسة كاملة باسم الشيخ زايد أو متبرع باسم الإمارات، وفعلا الناس اللي يسألونك يعني إحنا نذكر اسم زايد أو نذكر اسم الإمارات من خلال هذا الدعم الإنساني. أريد أقول يعني أنت اليوم جدا عملك رائع بسبة هاي الدولة المتميزة الرائدة في كل المجالات اللي فعلا جعلت حتى عملنا نحن اليوم عمل متميز، وخاصة الشق الإنساني في الإمارات لها دور في كل المجالات. يعني الكلام اللي حضرتك تقولينه يبدو لي محفز كبير لأي شاب وشاب اليوم ممكن يكون عنده هاي الرغبة والقدرة أن يمارس مثل هذا الدور بشكل مستقبلي. لكن هل تشوفين أن في بعد تحديات الآن تمنع شبابنا وشاباتنا أنهم يفكرون بهذا المسار كمسار مهني؟ أنا أحس فيها يعني بالعكس، أنا أشجع كل حد يلتحق بالعمل الدبلوماسي، يعطي فرص كثيرة وتتعلم منها. وعندنا اليوم أكاديمية أنور قرقاش يعني هي المدخل الرئيسي للعمل الدبلوماسي، تأخذ التدريب لمدة 9 شهور وتلتحق بالأكاديمية وتلتحق بالخارجية وبعدين أحد السفارات إن شاء الله في الخارج. مجال جدا رائع للعمل. التحديات هي قدرة تكيفك مع الغربة، واعتقد انها تفرق من شخص لشخص. يعني في ناس ما شاء الله سريعين التكيف وبالعكس يتعودون على السفر وعلى الغربه ويستوي فعلا الامر بالنسبه لهم ممتع وسهل. وقدره كذلك العائله بتقبل البعد والبعد عن هالفترات وسنوات عديده. يمكن هذا بيني وبينك هذا التحدي الاكبر، وتحدي يمكن بس احس الدبلوماسي المفروض انه يكون قدها. التحدي المعرفي لازم باستمرار نفس ما ذكرت تقوي معارفك وتخلق قاعدة تواصل مع كل الجهات ويكون النتورك مالك جدا عالي. هذا يعني هو تحدي بس مهم جدا لعملك. واعتقد ان باقي الامور جدا تكون سهلة، خاصة الحين ما شاء الله شبابنا اكثر انفتاح، عندهم قدرة على العمل في مجالات مختلفة نساء ورجال، فاعتقد الفرص كبيرة والادوات متاحة والاماكن اللي تخرجهم ايضا ما شاء الله متاحة. يعني المرأة كيف ترين أنها استثمرت في قدرات أختها المرأة؟
لأن ما بقول الدولة، لأن الدولة يعني واحد ما يتكلم أصلا حتى عن هالموضوع. صح. لكن النساء كيف يستثمرن في قدرات النساء؟ طبعا في أي مجال عمل بتشوفين أن أنت عندك قائد وملهم بتكون واحدة من النساء أكيد بتعطيك هالشعور الطيب، الإلهام. وأنا فعلا في حياتي كان في كثير من القادة النساء اللي عطوني هذا الإحساس. فالمرأة كونها هي تكون قائدة في هالمجال وتنقل خبرتها واللي تعلمتها والاستفادتها للجيل القادم، هذا أعتبره يعني دروس جدا مستفادة جيدة نستفيد منها نحن اليوم في هذا العمل. وكذلك أنها تشجع أنها تحط السياسات الصح، السياسات اللي تعزز دور المرأة، اللي تعطيها حتى نقول التسهيل في العمل في بعض المجالات، فتي تقترح تقول أنا عملت هالمجال ليش ما نسوي هالسياسات اللي ممكن تسهل عمل المرأة بعد في هالمجال. فالتفكير الأوسع والأشمل والأعمق بدور المرأة أعتقد أن هذا الجزء مهم جدا في العلاقات. وكيف المرأة اليوم بعد تقدر تنقل خبرتها للأخت اللي معاها في العمل وتي تقولها أنا مثلا أخطأت في هالمجال وتعلمت على أساس اللي عقبها مثلا ما تطيح في نفس التجارب الخاطئة. فهي نقل المعرفة بيننا وبين بعض، نتعلم من تجارب بعض. يمكن هالبودكاست اللي تسوينه بعد اليوم يعتبر إن شاء الله جزء يمكن يكون مهم لأي بنات حابات يدخلن في هالمجال يتعلمون من هالتجربة بعد. يعني ما تتفقين مع فكرة أن، وهي وايد يعني مثل كليشيه مو بحلو، أن المرأة هي أكثر عدو للمرأة؟ أبداً ما تتفقين. أنا أحس يعني ما في شيء اليوم فعلاً دولتنا سباقة في المجالات، فاليوم يعني كل حد قاعد يقيس عمل، وكل حد له مجال أنه يبدع فيه، فالإبداع هو الأساس نفس ما ذكرت. لكن ما أشوف أبداً أن يعني هاي الفكرة لازم تطل سايدة، لأن على اختلافنا، على اختلاف خبراتنا، ثقافتنا، في النهاية أهم شيء الإنجاز، كيف أنت تساعد الآخر الإنجاز. وما في إنجاز بينحسب للشخص ما بينحسب للآخر، لأنها منظومة واحدة. فيعني أعتقد أن العمل الجماعي هو الأساس أن نقدر ننجز فيه. سعادتك بالنسبة لك يعني منو هي المرأة النموذج اللي نحن كسيدات كفتيات مهم ننظر له ونقول نبغي نكون نفس هذا النموذج النسائي؟ أعتقد المرأة المعطاءة، المرأة اللي فعلاً تقدر تحط برنامج عمل متميز، تفكر كيف بعد تقوي فريقها، كيف تركز على تقوية أعضاء فريقها، كيف تعطي لفريقها، كيف تعلم فريقها. المرأة القيادية الناجحة اللي بقول المغامرة، بس مش المغامرة بطريقة يعني مخيفة، بس اللي فعلاً راغبة في أنها تبدأ بتجربة متميزة وتعلم فريق يغامرون معاها. ويمكن المرأة المبدعة اللي أنا رد أذكر مصانع على أهمية الإبداع، في نظري هاي المرأة اللي نحن كنا لازم نلتفت لها ونشوفها. هل في ملفات أو مجالات تشوفين أن المرأة بعدها الإماراتية مو موجودة فيها بشكل قوي مثل ما هي يجب أن تكون موجودة؟ صفية بتشوفين أن في موضوع التعليم الحمد لله عندنا نساء متخصصات في مختلف المجالات، يعني ما أعتقد في مجال اليوم المرأة الإماراتية ما التحقت فيه، وهذا شيء جدا رائع وما شاء الله يعكس أن كيف قيادتنا من البداية ركزت على التعليم. اللي ناقص شوي أن نشوف المرأة قادرة أنها تقبل على العمل في خلينا نقول مجالات شوية مختلفة، مثلا المنظمات الدولية. أنا أتمنى أشوف نساء مقبلات أكبر للعمل في المنظمات الدولية. ليش؟ هاي المنظمات الدولية هي تضع أجندة العالم اليوم في المجالات السياسية الاقتصادية، فمهم جدا تكون عندنا مرأة إماراتية موجودة في أحد هذه المنظمات. دوم أحلم يعني في يوم من الأيام أمين عام الأمم المتحدة مرأة إماراتية، شيء جدا رائع. ليش ما يكون عندنا اليوم مع مستوى التعليم اللي وصلت للمرأة الإماراتية، عندنا اليوم الشركات الاستشارية الكبيرة في العالم، ليش ما عندنا مرأة إماراتية بعد تشارك في المجال الاستشاري، لأن هذا مجال جدا مهم. الشركات العالمية الكبيرة نبى نشوف مرأة إماراتية تشتغل في الشركات الكبيرة، القطاع الخاص نبى الشركات الكبيرة الخاصة نشوف المرأة الإماراتية بعد تعمل في هالمجال. أحس يعني يمكن وجود المرأة في هذا المجال بيعزز سوق العمل، وبتشوفها بعد عندها القدرة أن يكون في مجالات يمكن ما طرحتها مستقبلا يعني تشوف المرأة الإماراتية فيها. الوحدة فينا عشان توصل لشيء مثل هذا هل لازم تشبه الرجل؟
يعني بشخصيته وكذي عشان تقدر تكون فت أو تكون فعلاً مناسبة لهالمكان، ولا أنت لك وجهة نظر ثانية؟ أرد أسأل السؤال نفسه، يعني شو الفرق اليوم بين الرجل والمرأة؟ تعليم، أنت تحصل على نفس التعليم اللي يحصل عليه الرجل. تظل الصعوبة اللي نتفق فيها للرجل وللمرأة هي فكرة مرات الغربة والبعد عن الأهل، وأعتقد بنفس أثرها على الرجل والمرأة واحد. بس قصدي يعني الاختلافات في الشخصيات. هي. الكلام كذلك السائد. هي. إن نحن تحكمنا العاطفة، الرجل يتخذ قرار بشكل أكثر حزماً مثلاً. يعني مثلاً هاي واحدة من الأمثلة. أنا أشوف المرأة، ومش لأني مرأة، أشوف المرأة اليوم زي ما يقولون مالتي تاسك، يعني تقدر تسوي أكثر عن عمل، ويمكن تشوفينها في البيت تسكت العيال وتدرس وتدرس حد، وبعد ترد على مديرها يمكن في الشغل. يعني المرأة اليوم تقدر تسوي أشياء كثيرة، ولما تزيدين عليها العلم تستوي فعلا قادرة. ما أعتقد اليوم أي أقول أن في مجال عمل ما تقدر عليه المرأة بحكم خبرتها، بحكم عقب علمها. بس أقول التحديات اللي دايماً فيها صعوبة يمكن تحديين، نفس ما ذكرت الغربة. والتحدي الثاني، هل اليوم العمل الخاص منافس للعمل الحكومي؟ هاي نتمنى نوصل لهالمرحلة، أساس يكون في إقدام أكثر للمرأة الإماراتية على المجال الخاص. أعتقد غير هذا ما شاء الله المرأة عندها كل شيء، بس يمكن محتاجة نفس ما قلنا شوية مغامرة ودفع وتبدع إن شاء الله في المجال. وفكرة التوازن بين الجنسين، هل هي عائق ولا تحسين إن بالعكس دولة الإمارات يمكن تكون قطعة شوط وايد يعني كبير في المجال؟ صفية، أعتقد إحنا قطعنا فعلا شوط كبير، يعني لدرجة أنا اليوم كسفيرة لما أروح إيفنت وأتكلم فيه عن أن اليوم 50% عندنا في البرلمان نساء، تقريبا ثلث أعضاء مجلس الوزراء نساء. الدول يعني تتفاجأ أن دولة الإمارات في هذا العمر الصغير، وفي نظرهم ما زال نظرتهم للمجتمع المجتمع محافظ، لكن المرأة الإماراتية واصلة عدد السفيرات اللي موجودات في الخارج، الملتحقين بالسلك الدبلوماسي. فنحن حققنا الكثير، وأرد أقول لأن أسسنا في التعليم. يعني أنا يمكن ما أتفق على ضرورة أن لازم تكون في سياسات تعطي 100% نسبة معينة للمرأة، لأني أعتقد المرأة أصلاً مؤهلة وبقدرتها بعلمها بثقافتها بخبرتها تقدر تمسك هالمؤسسات. اليوم أعتقد المرأة وصلت في مجالات كثيرة، تقدرين تشوفينها في مختلف القطاعات، ونحن رايدين إحنا يمكن بالعكس نصدر تجاربنا الحين وخبرتنا في الإمارات للدول الثانية، ونقولهم شو سوينا عشان توصل المرأة لهالمناصب المختلفة. جميل. في لحظات يعني مرت في حياتي كنت أقول كأن أنا الله كان يأهلني كل هاي السنوات حق هاي اللحظة، فتبدو كأنها تتويج لمرحلة معينة من مراحل حياتنا. بالنسبة لك أنت شو كانت هاي اللحظة؟ صفية، كانت اللحظة اللي أديت فيها القسم أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، وقريت القسم. القسم يعني في كلمات تبدأ بأني أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات، وفي تكملة للقسم. وخلال وأنا أدي القسم كنت أشوف صاحب السمو الشيخ محمد، يعني كان يشوفني بعينه، وكنت أشوف نظرة القائد الأبو اللي يقول أنا حطيت ثقتي فيكم، يعني حقي أنا وحق أخواني السفراء. وفعلاً هاي النظرة تمت في بالي، أني أنا أمام مسؤولية كبيرة أني أمثل دولتي في الخارج. وبعدين في شيء يعطونا إياه يسمونه أوراق الاعتماد، يعني هاي موقعة من صاحب السمو رئيس الدولة لرئيس الدولة اللي أنت مبتعثة فيها، أنك أنت تمثلين رئيس الدولة في هاي الدولة. فلين الحين أذكر يعني وأنا أسلم الأوراق ملفجي أحمر سميه أوراق الاعتماد وقدمها للرئيس الدولة الأخرى، كيف أنت أمام مسؤولية كبيرة لتمثيل دولتك في الدولة الأخرى، دولة المقر نسميها. فيمكن هذا من أروع اللحظات اللي يمكن حلمت بها وايد في حياتي كلها، كنت دوم حتى أتخيلها أني أنا بأدي القسم، بأدي القسم إن شاء الله في يوم من الأيام وبكون سفيرة، فما زالت من أروع لحظات حياتي. شو عن الإنجاز في الجانب الشخصي؟ يعني على مستوى سمات الشخصية يمكن، أو حب المغامرة اللي كان عندي من صغري واستمريت واستثمرت فيه.
أعتبره بالنسبة لي صراحة يمكن إنجاز، لأني ساعدني إني أقدر ألف العالم، أشوف دول مختلفة، أجرب تجارب مرات الناس يحسبها صعبة بس أنا فعلاً أبغى أجربها، من رياضات مختلفة، ويمكن أقدمها نصيحة لكل حد. يعني العمر أكثر إنك كمان تجرب أشياء كثيرة، ما تزور بلاد وتجرب مأكولات مختلفة، تتعرف على ثقافات مختلفة، وتجرب فعلاً رياضات. أنا من سنتين بس مجربة السكي وصايرة متخبلة، أحب هالرياضة وايد، وأشكر ربعي اللي هم عرفوني على هالرياضة. ودائماً أمي تقول أنت من يوم أنت صغيرة ما تخافين وتحبين تجربين كل شيء، وأحس هذا وايد ساهم في صقل حياتي وخبرتي، يمكن في الجانب العملي بس حتى على المستوى الشخصي. أبا أجرب، أبا أروح أجرب ثقافات مختلفة، أبا أسافر، وما عندي مانع أجرب أي شيء كاختلاف الثقافات اللي حولنا في العالم. ويوم تسافر أحس يوسع مدارك، يعرفك على أشياء كثيرة حولك يعني كنت تجهلها. فهاي دعوة بس أن الناس تتعرف على الأمور المختلفة اللي حولها، ويمكن بعد دعوة للعطاء. يعني أنا دايماً أشوف أن العطاء جداً مهم. قريت كتاب وكان فيه مقولة عجبتني أحب أترككم فيها، دايماً يقولون أن العطاء هو الحياة، والحياة بدون عطاء فعلاً حياة ناقصة. والعطاء مختلف، عطائك في مجال عملك، عطائك مع أهلك، عطائك مع أخوانك وأصدقائك. وهذا الشيء اللي أترك الناس دايماً أتذكر، دايماً أنا دوم أقول يسمونها الليجاسي، أو شو الناس بيذكرونك فيه. دايماً أفكر شو الناس بيذكرون صفية، شو الناس بيذكروننا نحن بعد ما نكون غايبين عن هالدنيا، ودوم أتمنى الأثر الطيب والذكرى الطيبة. يمكن بس بختم بمبادرة أنا أعتبرها إنجاز، مع أنها ما تعتبر شيء يعني مباشر في مجال العمل، بس دائماً كنت أؤمن بطاقة الشباب. وبدينا من فترة مبادرة من أيام كنا في سفارتنا في لندن، واليوم في سفارة في كوستاريكا، بدينا برنامج تدريبي لطلبتنا الإماراتيين. وأنا ليش أحب إنجاز؟ لأن يوني وأنا في آخر مكان في الكون يمكن 24 ساعة لما توصلين كوستاريكا، بس يوني طلبة مواطنين عندهم الشغف والاهتمام أنهم يتعلمون، واليوم يعني يعتبرون داعمين رئيسيين لعملي الدبلوماسي في الخارج. ومبادرة بس سبحان الله جتنا نبغى نسويها في كوستاريكا، لأنه ما عندنا طلبة في كوستاريكا، فسويناها بالتعاون مع الملحقية الثقافية في واشنطن ومع السفارة. وكانت الفكرة أن بس نجيب طلبة من أمريكا، لأن مسافة قصيرة يرومون يونا كوستاريكا، بس سبحان الله قدموا طلبة حتى من الإمارات، وقام يونا على بعد المسافة على أساس يكسبون هالخبرة. فأنا أعتبرها يعني من الإنجازات اللي أحب أذكرها، لأن فعلاً طاقة الشباب رائعة وعندهم مبادرات جداً مبدعة وساهموا كثير في عملي. وإن شاء الله يكون في إنجازات أكبر إن شاء الله نتكلم عنها بعد في المستقبل إن شاء الله. يعني أقدر أقول سمة هوية سعادة روضة العتيبة هي العطاء. إن شاء الله يكون العطاء الدائم بإذن الله. إن شاء الله. سعادة روضة العتيبة، شكراً على وجودك ويانا في بودكاست هوية. أنا الأسعد، وكان جداً حوار رائع وما قصرت، وشكراً على الاستضافة صحيح.